يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. عندي ثلاث نثاية كلش حلوات، تغريد فول، نظافة فول، وريش كامل. بالنسبة للألافة بعد ما بين اللي الطيور كلها جديدة قاعد تجي، دائما أقول لكم أن الألافة ما تبين إلا يومين ثلاثة، يستقر مكانه بقفصة، صاحب الجديد يعرفه، يلا تبين الألافة. فالألافة مو كلش مبينة عندي. المهم الطيور عندي هاي مبيضة، الطيرة يم صاحبها ما صار لها يومين أو ثلاثة، هي هاي تقريبا أخشنها رقم اثنين. حتى تغريد خطيه ما غردت لين تعبانه، بس طقت جناح، يعني شافت العصافير طقت جناح قد ما زايفه. هاي جاهزه فول للتزاوج، هاي حديه ما تسكت نهائيا، يعني اذا عجبك تاخذها انه للتغريد، مو شرط انه تاخذها للتزاوج. تريد للتزاوج اوكي، بس اذا يعجبك للتغريد اكو هواي شباب عبالهم النثيه ما تغرد، لا عم النثيه حالها حال فعل، اهم شيء التخريج مالتها. هاي تخريجها كلش حلو، صوتها كلش قوي، وتطق جناح وتغريد ما تسكت نهائيا. هاي رقم واحد، وهاي قلت لكم رقم اثنين الخشنه مالتهن المبيضه، هاي بس طقت جناح. وعندي رقم ثلاثه كلش صغيره، عمرها تقريبا 7 اشهر او يجوز اقل، لان مال العاشر مال العام صاحبها هو المربيها، يقول جبتها العام بشهر العاشر الحيميه جايبها من البستان. طيره صوتها كلش قوي، ومن النوع اللي ما تسكت همين. الافتها هم اشوفها يعني احسن من ذني شويه اركد، ريشها كامل، شوفوا الجمال مالتها كلش حلوه، شوفها طايره طويله وحلوه. هاي رقم ثلاثه، تحياتنا.